أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصة أخرى لأبي هريرة. أبو هريرة كان هو حارس ديال أموال ديال الزكاة. الزكاة اللي كان فيها الأطعمة المثلى. وكان هو حارسها الباب محلول. واحد شوية حتى تسمع خرشيش. بمعنى شي واحد جاي، شي رجل جاي. تم جاي واحد الرجل، ابو هريره هو يبدا عس عليه، يلا يدخل هو يشدو ابو هريره، شدو هو يقول ليه فين غادي واش بيتي؟ هو يقول ليه انا راه فقير وما عندي ما ناكل وبغيت ناكل، داكشي علاش لي جيت. هو يقول ليه وجيتي وبغيتي تسرق؟ قال لي عادي ديك لعند الرسول صلى الله عليه وسلم، هو يعرف اش يدير معك. هو يقول لي عافاك ما تدينيش، وراه تنواعدك بما ما عاديش باقي نرجع باش نسرق طعام. تطلب منه انه ما يديش لعند الرسول صلى الله عليه وسلم، ووعدو انه ما عاديش يجي لعندو مره اخرى، ما عاديش يجيش باش يسرق الطعام. هو يخليه ابو هريره، خلاه ابو هريره، وعند الفجر مشى باش يصلي ابو هريره الفجر مع الرسول صلى الله عليه وسلم. من مشى صلى بهم الرسول صلى الله عليه وسلم، من كملوا الصلاه هو عيط الرسول صلى الله عليه وسلم على ابو هريره رضي الله عنه. هو قل ليه ماذا فعلت مع ضيفك بالامس؟ هو يقول ليه ضيف ديالي واش الراجل اللي جا باش يسرق؟ اذا كيف دار تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المعلومه؟ اذا هذا وحي قالها ليه شكون؟ قال ليه اخبره بهذه الواقعه جبريل عليه السلام. اذا ولا الرسول صلى الله عليه وسلم سول ابو هريره قال ليش درتي مع الضيف ديالك؟ قال لي راه جا باش يسرق طعام، وراه وعدني انه حيت قلت ليه بغيت نجيبو لعندك، وعدني انه ما بقيش غادي يجي باش يمخر الطعام وانا نخليه. هو قال ليه الرسول صلى الله عليه وسلم الا انه قد كذبك وسيعود، راه كذب عليك وعطيني عاد يرجع صافي. ابو هريره متاكد ان هذاك الرجل بيعطيني يرجع له، وعس عليه واحد شويه حتى تسمع تخرشش بالليل جاي عاطيني ذاك الرجل باش يمخر الطعام، بيمخر الطعام ويشدو. هو يقول ليه قال لي عادي ديك لعند الرسول صلى الله عليه وسلم هو يعرف اش يدير معاه. قال لي علاش لي رجعتي عاوتاني وبغيتي تسرقك وعدتيني البارح انك ما عاديش باقي تعود تجي تسرق؟ هو يقول لي عافاك تنواعدك ما بقيش عادي نرجع صافي، تنواعدك ما بقيش عادي نرجع بلا ما تديني لعند الرسول صلى الله عليه وسلم. ويخليه مرة اخرى خلاه مشى ابو هريره باش يصلي الصبح، هو يقول لي الرسول صلى الله عليه وسلم مرة أخرى قال لي اش اللي درتي مع الضيف ديالك بالأمس؟ هو يقول لي أنا وعدني عاوتاني أنه ما عادش يرجع وأنا نخليه. هو يقول لي ألا إنه قد كذبك وسيعود، كذب عليك وعدي عاوتاني يرجع صافي. تأكد أنه بيعاوتاني يرجع مرة أخرى أبو هريرة رضي الله عنه. بقيت تسناه داخل هو يعاوتاني شتو، هو يقول لي هذه مرة عادي نديك عادي نديك لعند الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عادش نخليك كاع. هو يقول لي عافاك يطلقني هذه المرة ما بقيش عادي نرجع. هو يقول لي داك الشيء اللي قلتي لي عادي نديك لعند الرسول. هو يقول لي اتركني وسأعلمك كلمات تنفعك. قال لي خليني وعادي نعلمك شو هذه الكلمات اللي عادي ينفعوك. قال لي اشنو هما؟ وابو هريره كي تعرفوا اللي هو واحد من علماء ديال الامه الاسلاميه، قال لي بغيت نعرف اشنو هي هذه المعلومه. هو يقول ليه اذا اويت الى فراشك فاقرا ايه الكرسي لن يمسك الشيطان الى ان تصبح. قال لي الا فتحت مشيتي باش تنعس
قرأ آية الكرسي، إلا بتي تقرأتي آية الكرسي ما عادش يقرب لك حتى شي شيطان. شياطين بمعنى شياطين الجن وكذلك إبليس، الشيطان إبليس. هو يطلقه هو يمشي، طلق منه هو يمشي. عند الفجر مشى صلى، وهو يقول لي الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا فعلت مع بضيفك بالأمس؟ هو يقول لي أخبرني ببعض المعلومات ثم أخليت سبيله. قال لي إيش؟ قال لي قال لي هراه، قال لي إلا بغيتي تنعس قرأ آية الكرسي وراه ما عادش يمسك بها الشيطان وإبليس إلى أن تستيقظ. هو يقول لي ألا إنه قد صدقك وهو كذوب. قال لي راه هاد المره هاد الهضره اللي قال لي ايه الكرسي ملي تبغي تنعس قراها، ولكن هو راه معروف عليه الكذوب. هو يقول لي عرفتي مع من كنت تهضر هاد الايامات كلها؟ اتعرف من صاحبك خلال هذه الايام؟ هو يقول لي من؟ هو يقول لي انه جني، انه شيطان جاءك على هيئة رجل. تنوي تنستفدو أن الجن ممكن أنه تتجسد على هيئة رجل، ممكن يتجسد على هيئة قطة، على هيئة كلب، على هيئة تعبان كذلك، وممكن أنه يجي ويسرق بمعنى يهز الحاجة نيت من بلاصتها. يعني كيف كنا شفنا نيت حتى في القصة ديال النبي سليمان، أنه جاء واحد العفريت من الجن هو يقول النبي سليمان أنا عادي نجيب لك العرش ديال بلقيس قبل ما تكمل هاد الاجتماع اللي داير مع الوزراء ديالك، عادي نجيب لك العرش ديال بلقيس. بمعنى أن الجن راه عنده قدرة على أش أنه يهز الأشياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله